بيكم، انا صحت بدر ان شاء الله. النهارده هنكمل حلقات علم اللغه الالمانيه المستوى الاول من كتاب سبيكتروم الوحده الثالثه. النهارده هتكون صفحه 61. هنا صفحة 61 بيقول ايميلز. هنا هنتعلم النهاردة ان شاء الله ازاي نكتب ايميل لحد، ايميل اللي هو ايميل غير رسمي. انا اظن هنا في الجزئية دي تبعت لحد انت عارفه. يعني بيقول هنا ايميلز، ايميلات. ليزن زي دي ايميل، اقرأ الايميل فور اندرياس، بتاع اندرياس، ان زاينن فريند، لي صديقه، ان هنا الى صديقه ماكس، لماكس. نويا ناخريشت، نويا يعني جديد، ناخريشت يعني رسالة، ونخرجت ممكن تجيب معنى اخبار برضو، بس هنا بمعنى رساله. جاي في الجزء هنا ده قايل فون، يعني من فون ديت ما بتيجي في الرساله، وحضرتك لما تيجي تبعت الايميل لحد بتكون محاول اللغه الالمانيه معناها من، هيكتب هنا الايميل بتاع الشخص اللي باعت. لو انا اللي بعت لحد هكتب هنا فون والايميل بتاعي. ان يعني الى الشخص اللي انا بعته له، هيبقى الايميل بتاعه هنا بالظبط. بترف يعني تلتقى في الايميل، مقصود بقى السبجكت، الموضوع بتاع الرساله، بتكتب هنا موضوع الرسالة أو الخطاب اللي حضرتك بعته، ماشي. وكاتب هنا grüße von Andreas، grüße معناها تحية، von Andreas من أندريا. بقول هنا lieber Max، عزيزي ماكس. Ich bin heute und morgen beruflich in Frankfurt. Heute war ich mit Petra in einem Restaurant. Das Schnitzel dort war sehr lecker. Danach waren wir im Städtelmuseum. 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 Die Bilder waren wunderbar. Ich wohne in Hotel Europa. 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 Musstest du heute ein Bier trinken? Vielleicht in der Hotelbar. Ich bin im Hotel und lese einige Informationen über Frankfurt. Morgen präsentiere ich meine Projekte. Danach fahre ich zurück nach Basel. طيب هي اسمها danach مش danach. danach وهنا zurück. ماشي. طيب هو هنا بيقول ايش بن هويته، هو واحد ماكس، مين اللي بعت؟ اندرياس بعت لماكس بيقول له ليبر ماكس، عزيزي ماكس. لما تيجي تبدا الخطاب بتكتب بايه؟ بتبدا بكلمه ليبر، ليبر للمذكر وليبر للمؤنث. لسه هنشوف تحت هنكتب الخطاب ازاي. ليبر ماكس، عزيزي ماكس. ايش بن هويته، انا النهارده، und morgen وغدا، beruflich in Frankfurt، مهنيا او وظيفيا في فرانكفورت، يعني انا جاي لشغل كده النهارده وبكره في فرانكفورت. heute النهارده war ich mit Petra، انا كنت مع بترا in einem Restaurant، في مطعم، das Schnitzel اللي هي اللحمه نفسها، dort هناك، بس ده نوع من انواع اللحمه، اللحمه اللي احنا بناكلهاش طبعا. dort هناك war sehr lecker، كان لذيذ. danach وبعد ذلك waren wir، احنا كنا im Städtelmuseum، في متحف اسمه شتتل. دي بيلدر الصور waren wunderbar، كانت رائعة. ich wohne im Hotel Europa، انا عايش او ساكن في فندق اسمه اوروبا. möchtest du heute، تعاوز النهاردة ein Bier trinken، عاوز تشرب اللي هي البيرة ديت. vielleicht ربما in der Hotelbar، ممكن في البار بتاع الفندق. ich bin im Hotel، انا في الفندق. und lese، وبقرا einige Informationen، بقرأ بعض المعلومات. einige يعني بعض، Informationen معلومات، über عن فرانكفورت، عن مدينة فرانكفورت. morgen غدا präsentiere ich، أنا هقدم mein Projekt، المشروع بتاعي. danach وبعد ذلك fahre ich zurück، هرجع تاني، يعني هسافر وهرجع تاني، يعني zurück يعني بيرجع، نح بازل، لمدينة بازل. شوني كروسه، وبتختم الخطاب بتاعك بكلمة شوني كروسه، تحياتي، تكتب اسمك تحت على سبيل المثال كده زي أندرياس. تمام، ده الخطاب. طيب هنا نبص كده بس لبعض المصطلحات دي، وبعدين نرجع نشوف الخطاب ده هنكتبه ازاي. ريدي مثل المصطلحات، يتست معناها الآن، جلايش معناها حالا، دناغ بعد ذلك، هايتا
اليوم morgen غدا. تصريف فعل فارن اللي هو معناه اللي هو يسافر أو يركب وسيلة مواصلات. إيش فاغر أنا بسافر. دو فيغست فيغست يعني يسافر. إيرو إسو زي فيات فيات زي وزي فاغم. جايب هنا في الجزئية اللي تحت ديت إيميل وعاوز حضرتك تكتب. هو إحنا في البداية هنيجي نكتب خطاب مثلا هنبدأ بكلمة ليبر لو مع المذكر أو ليبة للمؤنث. ليبر معناها عزيزي وليبة اللي هي عزيزتي ماشي. وأقول هنا شرايبن زي زلبست اكتب حضرتك بنفسك أني إيميل. هنبدأ بديت وفي شوية حاجات هنا كاتبها وممكن ننهي يا شباب وننهي الخطاب بكلمة شون جروسة هنكتبه مع بعض متقلقوش مش هيبقى فيه مشكلة. بس عاوزين نقرأ الحاجات اللي جوه ديت هو طالب مننا إيه عشان هنكتبه جوه الخطاب نفسه ماشي. ممكن حضراتكم كده تقرأوا الحاجات ديت كل واحد فيكم يقرأ سطرين كده ولا حاجة بعدين نشوف هنكتبه ازاي. Viele große aus. Viele große aus. تحياتي من. هنا تكتب بقى المدينة اللي انت فيها. Viele große aus كذا. Im Hotel wohnen. Im Hotel في فندق. تكتب كذا كذا اسم الفندق. Wohnen بيعيش كذا. Gibst einen Kaffee mit trinken. Jetzt الآن einen Kaffee قهوة mit مع وتقول الشخص trinken يشرب. الجمل هنا مش مترتبة مش مكتوبة صحيح. هو جايب لك بس كده يعني جمل. وقول لك حضرتك دي الافكار اللي انت هتحطها لكن الجمله اللي تيجي تحط في جمله ما تحطهاش بالشكل ده ماشي يا شباب. كمل heute noch ins kino و theater gehen theater gehen ja heute noch النهارده لسه هروح ins kino هروح للسينما theater gehen وهروح للمسرح. يعني هيقول ان انا النهارده هروح المسرح وكمان هروح السينما. لو هقول كمان هقول كلمه noch يعني danach im Restaurant essen, morgen ein Projekt präsentieren und zurück nach fahren. Okay, bis bald. Okay. بقول danach وبعد ذلك im Restaurant essen, أنا باكل في المطعم, morgen, غدا, ein Projekt, مشروع, präsentieren, بقدم مشروع, und zurück nach fahren. وهسافر بعد كده للمكان اللي أنا هقول هنا nach, هقول المكان اللي أنا هسافر فيه. Bis bald معناه إلى اللقاء القريب. طيب احنا عاوزين هنا نكتب خطاب. ابعت لواحد مثلا صديقك يا حسام حسام محمد صديقك عمر ابعت له خطاب مثلا وهقول لك انا الجمل عزيزي عمر انا النهارده هكون مهنيا بكره وغدا مهنيا في مدينه هامبورغ زي اللي هو الخطاب اللي فوق ده. هقولها ازاي بس استخدم الكلمات اللي هنا. هتقول له ايه اول حاجه عزيزي عمر ليبر عمر ليبر عمر. وبعدين لازم تاخدوا بالكم كوما لازم بنعمل كوما لما نيجي نكتب الخطاب بعد ما تقول عزيزي او عزيزتي او اعزائي بتعمل كوما. ولما تيجي تبدا الجمله الجديده اللي انت هتبدا بها الخطاب بعد كلمه عزيزي او عزيزتي او اعزائي اول كلمه هتكتبها في هنا في الجمله ديت لازم تكتب كلاين حرف صغير عندي في الكلام يا شباب ما ينفعش يكون حرف كبير ماشي. يعني هتقول هنا ايه هتقول ايش هتكتبها كده حرف صغير ماشي. قول بقى انا بكره النهارده وبكره هكون مهنيا في هامبورغ. هتقولها ازاي؟ Ich bin heute und morgen Ich bin heute und morgen beruflich beruflich in Hamburg beruflich in Hamburg ماشي. حضرتك قول له مثلا انا عايش دلوقتي او انا ساكن دلوقتي في فندق اللي هي الجملة الأولانية دي Ich wohne في أوروبا مثلا. Ich wohne im Hotel Europa. ممكن نقول الآن بقى. Ich wohne jetzt. الآن. Jetzt. Ja, بالضبط. Jetzt. Ich wohne jetzt. Ich wohne jetzt. Im Hotel. وتقول أي اسم فندق بقى حضرتك عاوز تقوله. Jetzt trinke ich mit كذا كذا trinken. قول أنا بشرب. قول أنا بشرب قهوة بلبن أو ممكن عاوز ممكن تقول أنا بشرب قهوة مع أي شخص. مفيش مشكلة ممكن تجيب قهوة بلبن أو ممكن تقول مع شخص مفيش أي مشكلة. يعني شوف حضرتك عاوز تكتب إيه هنا. ممكن أقول مثلا يتست ترينك إيش ينفع ولا أكيد طبعا يا فندم. يتست ترينك إيش أينن كافيه مت ميلش أين كافيه مت ميلش إيه هوتيل مثلا بيته ممكن ام هوتيل مثلا او ممكن ام هوتيل او
Jetzt trinke ich einen Kaffee mit Milch. ممكن تقول ام ريستوران او ام كافيه، ممكن تقول ام كافيه، يعني افضل هيبقى ام كافيه. صافي ماشي يا استاذ حسام، ام كافيه. طيب قول لي الجملة اللي بعدها، بعد كده اللي هو عاوز يروح المسرح وبعد كده كمان هيروح السينما. قولي يعني النهاردة بعد النهاردة بعد كده هروح لكذا، بس لازم نكتب كلمة done، عشان انت لما بتيجي تتكلم في الكلام بتاعك لازم تستخدم done او دناخ وكده اللي احنا كنا قلنا عليهم قبل كده. دان معناها ثم، دناخ وبعد ذلك. فقول وبعد كده انا هروح النهارده المسرح وكمان السينما. اقولها ازاي ممكن نقول بقى؟ إيش جيها إنس كينو دناخ إيش جيها إن تياتر. احنا ممكن على فكره احنا ممكن نعملها جمله واحده، عارف ازاي؟ انا اقول مثلا الكلام حضرتك صح، بس انا عاوز اعملها بكلمه دن. دن دي ظرف كده معناها ثم، بيجي بعدها الفعل على طول يا استاذ حسام. اقول مثلا دن جيه ايش هايت، ماشي، جيه ايش هايت انس يعني الى تياتر، ماشي، عندي تياتر اند نوخ انت كينو. ممكن الجملة كده بقى تبقى صحيحة، ماشي. عاوز اجيب اسوأ، جايبها جملتي. لو حضرتك عاوز تعملها جملة واحدة نعملها تاني جملة واحدة. انا قلت هنا دان ثم جيه ايش، انا هروح هايت النهاردة هروح المسرح وبعد كده كمان هروح السينما. اللي حضرتك كنت عاوز تقولها التانية ايه بقى؟ اللي هو جملتين بقى هيبقى ايش جيه ان انت كينو جيه دان ايش جيه انت كينو دان جيه ايش انت اتر دان جيه تنجيه ايش نخ. تنجيه ايش نخ بقى، عشان حضرتك لازم تحط نخ عشان هي موجودة ايش هنا في نخ الكلام. تنجيه ايش ما نخ انسكينو. بقول دناخ ام غيستوغو اسم وبعد كده هاكل في المطعم. يبقى حضرتك هتستخدم دناخ اللي هي بعد ذلك وتجيب بعدها الفعل وبعدين ام غيستوغو، بعد كده الفعل وبعدين الفعل وبعدين ام غيستوغو، بعد كده هاكل في المطعم. صح، هنا تبقى كده صح. يبقى دناخ وبعدين الفعل وبعدين الفاعل وبعدين الانفستغرام. هتبقى الدناخ اسم ايش دناخ اس ايش ام ريستورون. بيقول هنا morgen ein Projekt präsentiere، غدا هقدم مشروع. يبقى morgen präsentiere ايش ein Projekt. morgen präsentiere ich ein Projekt. Projekt. وبعدين هرجع لبازل. وبعد ممكن اقول مثلا بكره بقولها بالالماني يوبا موجن، اكتبها لحضرتك وحضرتك ممكن تستخدمها هنا يوبا موجن. وبعد بكره هرجع مثلا وتقول اسم اي مدينه، ممكن مدينه بازل على حسب النص اللي هو كان جايبه لنا. فاقولها ازاي؟ بعد الرد هرجع لمدينه بازل. موجن فاغي فاغي ايش لغة نحن. لا لا لا، الشروط دي في نهاية الجملة لأن ده فعل منفصل، دي لسه هناخدها بعدين، دي بتكملة الفعل فالمفروض تيجي في نهاية الجملة. فناخ بازل سوق، ماشي كده يا جمال؟ طيب اختم لي بقى كده تمام. الخطاب، هتقول في النهاية ايه؟ اسبال هو كتب هنا بيسبالد، ماشي؟ أو ممكن تكتب في لغوصة، يعني أنا ممكن بيسبالد وممكن حضرتك تستخدم حاجة تانية، نستخدم في لغوصة. تحياتي. الخطاب التاني ان شاء الله لما نبقى نيجي ناخده باذن الله بقول لحضراتكم تكتبوه ازاي، اللي هو الخطاب الرسمي، لسه ما جاش وقته يعني. تمام كده، وكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه بما ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.